شو انا بناموا هن بيسهروا. وينن ما وينن؟ خلينا نشوفهم. يارا هون حدي. يارا يارا هي مبسوطة انه بس احكي شيء بتعمل لي هيك. هاي هلو. هاي يارا. هاي كيفك؟ شو اخبارك؟ منيحة؟ ليكي ما نلعب مع بعض هيك لعبة صغيرة، هو مثل اختبار صغير. جاهزة؟ اوكي. بيعجبك ستيل مامي باللبس؟ اوقات. مزبوط، احكي الحقيقة لأنه أنا باخذ رأيها، هي كثير مزوقة أوقات، هي وريان كمان تقول لي مامي مثلا ما حبيت، ما لي بقلك، أو هيدا واو أحلى. طيب ساعات يارا ساعات بتاخدي لبس من عند مامي تجربيه كده تلبسيه وكده من غير ما تعرف؟ اوقات بتاخدي يعني لتيبا بتجربيهم؟ نو أوكي. لا لانه غير ستيل انت. ايه طب ليكي على مين بتتغنج اكثر، على ماجي ولا على جمال؟ ماما. على البابا. طب اكتر حاجه بتتخانقي مع ماما عشانها، يعني اكتر حاجه انت ومامتك بتتخانقوا عليها؟ اشو بنتخانق اكتر شيء؟ اكتر شيء بنتخانق على هو مثلا شو؟ ما بعرف، ما بنتخانق كثير، مش كثير بنتخانق، بس اوقات بس نتخانق مثلا اذا كثير انه او كثير تخانقنا بس تكن الثوره، يعني كان بدي اظهر وهي ما خلتني فتخانقنا. اه مزبوط. صح. عن الطهرات وهيك كنت خايفه عليكي لان حبيبتي. طيب شو الكلمه يلي بتضلها تقول لك اياها مامي يارا؟ الكلمه يلي على طول بتقول لك اياها مامي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ليك ماجي شو خايفه تقول لها الكلمه؟ طيب. لا بس انا يعني على طول بلاقيها سكر التليفون، ما تضلك ماسكه التليفون، بس هي بس تطلب مني شيء بقول لها ان شاء الله. يا مامي بتاكل الولد. يا مامي ليه ان شاء الله؟ بفهمها انه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني مش معروف اذا ايه او لا، يعني مبهمه. بص يا ماجي، احنا كل يوم بنلعب مع السليبرتيز بتوعنا، اوكي؟ وبنحذرهم ثلاث كلمات، والفلوس اللي بيكسبوها السليبرتيز بنجمعهم على فوق بعض يعني، وحلقه العيد سعيد الحظ اللي هيلعب معانا هياخد الفلوس دي كلها، واحنا لغايه دلوقتي مجمعين 29000 ريال. اوكي؟ جاهزه تحضري معانا؟ اوكي. يلا بينا. ايه اكيد. طيب. ساعديني. اوكي. خليكي ساعديني. اول كلمه. المسلسل اللي انا وانت عملناه اسمه ايه؟ يعني بروفا ولا؟ يا ولد يا ماجي بروفا. هن كثير صعبين ما رح تعرفيهم ابدا. جرحتني، انا انجرحت. طيب تاني كلمة. في اسم استعملتيه مرتين بشخصيتين مختلفين عن بعض ونفس الاسم، شو هو؟ اسم بشخصية. اسم الشخصية؟ ايه يعني اليوم استعملتيه وامبارح استعملتيه، شو اسمه؟ استعملتيه. ايوه برافو عليكي. صح ديما. اوكي اوكي. طيب جربت صعب لي انا شوي. مثلتي في مسلسل سوري بيئة شامية، اسمه ايه؟ نعم. اسم المسلسل. مثلت بأكثر من مسلسل. سميهم لنقول اي واحد. برافو عليكي.